أهلا بيكم في الفيديو الأخير من فيديوهات محاضرة مصادر التعليم والتعلم. في الفيديوهات اللي فاتت قدمنا بقى لكل المصادر اللي تعرضنا لمناقشتها، وقلنا عن بعض المميزات وبعض العيوب اللي ممكن نقابلها من المصادر المختلفة. ويمكن أكتر حاجة قضينا معاها وقت كانت الموكس، وده هنا مرجعه أنا شخصيا الحقيقة شايف الموكس لها أهمية عالية. المهم دلوقتي، طيب إحنا بعد ما نجيب المصادر دي، سواء الكتب أو المقالات أو الفيديوهات أو فتحنا الموكس أو طيب نستخدمها إزاي؟ الحقيقة طبعا أي واحد فينا لما بينتج مادة علمية، سواء في صورة كورس أو في صورة كتاب أو بيحتاج إن هو على الأقل الناس تقول والله متشكرين يا فلان، يعني اللي هي بنقول والله فلان عمل كذا وإحنا اتعلمنا منه، فده اللي هي أبسط طريقة. لكن الحقيقة النهاردة كمان مع وجود الإنترنت في حركة كبيرة جدا بتتكلم عن اللايسنسنج وأهمية اللي بنسميه الملكية الفكرية. وإن كنت أنا واحد من الناس لازم أعترف أنا شخصيا يعني شايف إن موضوع الملكية الفكرية ده مبالغ فيه حبتين، لكن الحقيقة برضو إن أكيد أنا لما شفت بعض الحاجات اللي كنت أعتقد إن أنا ساهمت فيها واتعملت أو حد استخدمها وما قالش شكرا يا محمد، أكيد حسيت بأن أنا مش مبسوط يعني. المهم إن اللي كان مشهور لغاية قريب كان ما يسمى بالكوبي رايت، إن أنا يبقى ليا ملكية كاملة للمادة العلمية بتاعتي ومحدش له حق إن هو ياخد منها إلا لما يستأذني أو يشتريها مني. أنا دلوقتي بحب دايما أبتدي كلامي في استخدام الريسورسز بأن الاستخدام المباشر للريسورسز ممكن يكون فيه فيوليشن للكوبي رايت. خلاص ممكن كده أنا أكون باخد الحقوق الملكية الفكرية بتاعة بعض الناس. مع ذلك الحقيقة إن النهاردة ظهرت على مدار السنين اللي فاتت حركة كبيرة جدا بتتكلم عن الـ Creative Commons، اتخلق نوع من اللايسنس ترخيص استخدام اسمه Creative Commons. في الـ Creative Commons ده الناس بتعمل حاجة، بتعمل سلايدز، بتعمل كتب، بتعمل محاضرات، بتعمل فيديوهات، بتعمل صور أي مكان، وتحطها على الإنترنت مفتوحة لأي حد يستخدمها مباشرة. والحقيقة دي نقلة جميلة جدا، كتير من الناس ابتدت تستفيد بيها وتشارك فيها. يعني أنا أهو بقول لكم مباشرة، أي مادة علمية تلاقي عليها اسمي، تلاقيني أنا اللي عملتها، خدها واستخدمها. ومن هنا أنا بستخدم اللايسنسنج اللي هو إيه؟ السي سي، الكرييتيف كومنز، وأكون شاكر ليك لو قلت الحاجة دي أنا واخدها من عند محمد توفيق. ولو ما خدتش يبقى أنت بتستغل اللايسنس دي اللي هي كرييتيف كومنز من غير حتى ريفرنسنج لصاحبها. يعني الحقيقة أنا مش هكدب عليكم، أنا أفضل إنك تقول متشكر أو إن أنا خدتها من محمد توفيق، لكن والله يا سيدي لو خدتها ونسيت تقول إنها من محمد توفيق أنا مش زعلان. يجي بعد كده إن في ناس مثلا بتحط بعد كده لايسنس، اللايسنسنج يبتدي يقول لك طب أوكي أنت خد الحاجة بتاعتي واستخدمها، وقول استخدمتها منين، بس تستخدمها زي ما هي، زي ما انت خدتها زي ما تستخدمها او ضيف عليها. في بعد كده يقول لك ممكن تستخدمها وما تروحش لحاجة فيها استغلال تجاري، نون كوميرشال. اوكي، يبقى النون كوميرشال انت من حقك تستخدم المادة العلمية بتاعتي، لكن مش من حقك تاخد من وراها فلوس. اوكي، او بالاصح مش من حقك تبيعها. اوكي، وده من حق صاحب الحاجة انه يقول لك خدها بس ما تبيعهاش،
ما بيعهاش، يعني انت ممكن تستخدمها بس بما يسمى بشكل غير تجاري. وحاله الشكل غير تجاري دي برضو محتاجه انك تقرا تفاصيل اللايسنس، امتى من حقك تستخدمها في حاجه انت بتكسب منها فلوس او حاجه ما بتكسبش منها فلوس من غير ما تكون بتبيعها دايركتلي. لكن ارجع واقرا تفاصيل اللايسنس. وفي بعد كده ان انت من حقك تستخدمها بس زي ما هي من غير ما تعدل عليها او زي ما هي ومن غير برضو فلوس. اقصى درجات التضييق في اللايسنسنج هي درجة الكوبي رايت اول رايتس ريزيرفد، اللي هي كتير من الشركات اللي بتنشر المواد دي بتنشرها تحت اللايسنس اللي هي اول رايتس ريزيرفد. وان كان برضو مازال في كتير من الحاجات بتعمل، يعني كل الويب سايتس اللي اتكلمنا عليهم تقريبا بتوع كورسيرا وادكس وادراك و هتلاقي كريتيف كومنز بس بدرجاته المختلفة، تقدر تستخدمها او ما تقدرش تستخدمها تجاري او تقدر تستخدمها زي ما انت عايز او هتلاقي اللايسنسنج موجود وواضح على اغلب الحاجات. ده طبعا بعد كده بقى يجيبنا للنوع الثاني من الاستخدام، وهو الاستخدام عن طريق ان انت بتستأذن صاحب المادة العلمية دي فبتطلبها منه. الحقيقة برضو تجربتي الشخصية في حاجات طلبتها من الناس، مجرد ما ان انا ببعت لصاحب الحاجة بقول له يا فلان الحاجة بتاعتك دي تهمني وعايز استخدمها في كذا وكذا وكذا، الاقيه بعتها لي او قال لي على طول استخدمها زي ما انت عايز. وان كانت هي في الاصل ما كانتش مثلا كريتيف كومنز، اوكي، لكن بمجرد ما طلبت من صاحب الشأن قلت له والله الحاجة بتاعتك مش كريتيف كومنز لكن انا عايز استغلها، ممكن ولا مش ممكن؟ الحقيقة تقريبا كل الناس، يعني انا ما افتكرش حد رفض من اللي انا طلبت منهم، ردوا عليا على طول وبعتوا لي قالوا لي استخدمها. يعني ذلك النوع الثالث من الاستخدام المباشر، وهو ان انت تشتري المادة العلمية. انت من حقك تشتري المادة العلمية النهاردة. واحد شيء مثلا لو انا حاطط الحاجة بتاعتي ومن حق بقول اللي عايز ياخدها يدفع فيها فلوس، من حقي بتكسب من وراها، ده مش حرام. انا انتجتها وخدت مني وقت وخدت مني مجهود، وعشان انتجها اوريدي اتكلفت وقت ومجهود، فلما اجي اعرضها وانت عايز تستغلها اخد منك فلوس. فانت في الحالة دي اشتريتها، اشتريت حق استخدامها، وبما ان انت اشتريت حق استخدامها يبقى ليك حق استخدامها بشكل مباشر. الحقيقة ده الاستخدام المباشر. ويمكن هنا احب برضو اجي ل ويب سوري لموضوع اللايسنسنج، احب ان انا اشير لان انت لو حبيت تقرا اكتر عن اللايسنسنج تقدر تروح على الكريتيف كومن لايسنسنج هنا على ويكيبيديا. انا فاتح مقاله ويمكن انا استخدمت الصوره دي بتاعتهم، لو تاخد بالك الصوره دي مفتوحه كريتيف كومنز برضو، وتقدر تعرف تفاصيل كل لايسنس فيها ايه وايه اللايسنسز المختلفه لو حبيت ان انت تلجا ليها بعد كده في شغلك. فده بسرعة الاستخدام المباشر للمادة العلمية، واتكلمنا بسرعة عن أنواع اللايسنسنج. بعد كده هنتكلم على النوعين التانيين الآخرين في أنواع الاستخدام في الفيديو الجاي إن شاء الله. فأرجو أن أنتوا تكونوا معانا علشان لما تيجي تستخدم المادة العلمية تستخدمها صح، وما تاخدش حاجة من حق حد من غير علم او من غير ما انت تقصد ان انت تكون بتاخد حاجة مش من حقك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.